خضوع لذلك أجل مجلس الأمن التصويت على قرار بفرض عقوبات دولية على دمشق حتى اليوم الخميس، وأنان يدعوه إلى التحرك بقوة لوقف العنف، ووزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا طارئا الأحد المقبل في قطر. في موسكو لم ينجح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في الضغط على المسؤولين الروس بشأن الملف السوري. رئيسان بوتين وأوباما تحدثا هاتفيا في الأزمة السورية، لكن الخلافات بينهما بقيت على حالها. ومن موسكو إلى طرابلس شمال لبنان، إطلاق رصاص احتجاجا بتفجير مبنى الأمن القومي في دمشق، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، فيما الحزب العربي الديمقراطي يؤكد أن لا نية لديه للرد على مصادر النيران. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد أن سوريا هي سند حقيقي على المستوى العسكري، مؤكدا في الذكرى السادسة لحرب تموز أن المقاومة لن ينال منها شتمون من هنا أو هناك. ومن جهة أخرى، دعا السيد حسن نصر الله إلى عدم الانجرار وراء الفتنة، مشددا على العلاقة الاستراتيجية الطيبة مع الحلفاء. نتابع النشرة بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. الوضع الأمني وخصوصا قطع الطرقات حضر على طاولة مجلس الوزراء في بعبدة، حيث دان رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان التفجير في دمشق. الخروقات السورية على الحدود الشمالية مستمرة، وآخرها سقوط ثلاث قذائف في منطقة القيعة بالقرب من المبنى القديم للجمارك. العونيون عادوا إلى الشارع بعد انقطاع سنوات، فما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عرض مع السفيرة الأمريكية في لبنان مورا كونيلي لآخر التطورات على الساحتين اللبنانية والإقليمية. من الشبان إلى قطع الطريق مساء بالإطارات المشتعلة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، وقد هددوا بخطوات تصعيدية وعلى الفور حضرت. وفي صيدا انتشرت مجموعات تابعة للتنظيم الشعبي الناصري ترتدي قبعات. من الإقليمية والدولية قتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين في انفجار قنبلة وقعت في حافلة. في القاهرة أجرى الرئيس المصري محمد مرسي مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تناولت العرب. مزيدا من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني lbci.com وتواصلوا معنا عبر المواقع التالية تويتر، فيسبوك ويوتيوب. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. ثلاثة من ركابه واقتضوهم إلى جهة مشغولة، إلا أن معلومات غير مؤكدة أشارت لاحقا إلى أنه تم الإفراج عنهم. وكانت المعلومات لفتت إلى أن الخاطفين أبلغوا جهة مجهولة بأنهم نفذوا العملية للقيام بمبادلة مع بمبادلة السوريين باللبنانيين المخطوفين في سوريا. إذن في أول رد رسمي سوري على بيان المجلس الوزاري العربي، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية جهاد المقدسي اعتبر أن قرار التنحي يعود للشعب السوري. من جهة أخرى، أكد المقدسي أن بلاده لن تستخدم أسلحة كيميائية إلا في حال تعرضها لعدوان خارجي. ردود الفعل على خطة الرئيس ميشيل سليمان توجيه كتاب احتجاج إلى السلطات السورية، رأى الرئيس أمين جميل أن الموقف الشجاع هو من المواقف السيادية التي اشتاق إليها الشعب اللبناني بعدما مر بظروف صعبة جدا كانت خلالها كرامة البلاد. الفريج في إيحاء إلى امتصاص الصدمة. من هو آصف شوكت؟ وكيف أصبح الشخصية الأمنية الأقوى داخل النظام السوري؟ العماد فهد جاسم الفريج وزيرا الدفاع خلفا للوزير راجحة الذي عين بمرسوم جمهوري اعتبر التعديل الأول في الحكومة السابقة، والذي يعتبر من المقربين للرئيس بشار الأسد. وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار الذي أصيب في تفجير دمشق. دمشق استدعى ردود فعل عربية ودولية، والبيت الأبيض يرى أن الأسد يفقد السيطرة على سوريا، وعبد الباسط سيدا يعتبر أن الصراع سينتهي خلال أسابيع أو أشهر.